مع الحدث. مع الحدث ومتابعة لحدث اقتصادي تكنولوجي بالغ الأهمية، الصندوق العماني للتكنولوجيا يوقع 3 اتفاقيات مع مؤسسات إيرلندية تشمل احتضان وتدريب ونقل الخبرات لشركات التقنية. عدد من الابتكارات العمانية يمكن أن ينتقل للعالمية، وعشر شركات عمانية ستستفيد من المرحلة الأولى للبرنامج. مزيد من التفاصيل حول هذا الحدث ينضم معنا عبر الاتصال المهندس يوسف بن علي الحارثي، الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا. صباح الخير المهندس يوسف، ونبارك لكم هذه الاتفاقيات. صباح الخير مهندس يوسف. الله يخليك. صباح الخير أخوي راشد، وأشكركم وأشكر إذاعة الشباب على اهتمامها التايم بالفعاليات اللي هي تعنى بتحفيز الشباب ورفض الاقتصاد. أهلا ومرحبا بك. بداية نريد أن نتعرف على هذه الاتفاقيات الثلاثة، ماذا تشمل بالتحديد؟ نعم، هي 3 اتفاقيات. الاتفاقية الأولى هي اتفاقية الإطارية. نعم. مع مؤسسة أيرلندا أو إنتربرايز أيرلند، وهذه مؤسسة تعنى بالتعاون المشترك بين شركات والقطاع الخاص الأيرلندي في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة مع البلدان الأخرى. نعم. وتشمل 3 محاور. المحور الأول هو محور التعاون في مجال الاستثمار المشترك. والمحور الثاني هو محور فتح الأسواق للشركات العمانية للتوسع إلى أوروبا من خلال أيرلندا، وكذلك فتح الأسواق الخليجية والعربية بالمنطقة للشركات الأيرلندية تتوسع وتنطلق من خلال عمان. والجانب الثالث هو التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات في نقل التكنولوجيا. ممتاز. أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية تدريب واحتضان وتبادل خبرات مع المركز الوطني الأيرلندي للأبحاث، بحيث يوجد هناك برنامج مشترك يتم عقده، جزء منه في عمان جزء منه في أيرلندا، وهذا يساعد في تبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجانبين، وكذلك فتح أسواق جديدة لهذه الشركات العمانية الناشئة في مجال التكنولوجيا. والاتفاق الثالث هو اتفاق استثمار مشترك في شركة في مجال التعليم أو التدريب للأطباء المتقدم، والذي يستخدم التقنيات الحديثة لتدريب الأطباء المتخصصين في مجالات معينة. ممتاز. وهذا مجال واعد وله سوق كبير، وتعاون إن شاء الله بين عمان وأيرلندا في هذا الجانب رايح يعود بالفائدة على عمان والمنطقة والعالم إن شاء الله تعالى بشكل كبير بإذن الله. طيب لماذا المهندس يوسف هذه الاتفاقيات توقع مع مؤسسات إيرلندية؟ لماذا بالذات يعني اخترتم هذه المؤسسات؟ طبعا في البداية أود أن أعرف عن الصندوق وآلية عمل الصندوق. نعم. الصندوق ينقسم إلى ثلاث برامج استثمارية. نعم. هي مرحلة التكوين اللي هي الشركات الناشئة، وكذلك مرحلة المصرعات، وادي المصرعات. وفي وادي المصرعات احنا الحمد لله بداية الأسبوع أعلننا عن انطلاق الدفعة الأولى، وهو برنامج استثماري تدريبي ومشترك مع مؤسسات من وادي السيليكون في الولايات المتحدة. وعندنا برنامج جسور اللي هو برنامج النمو، وكذلك عنده ارتباطات عالمية مع شركات مختلفة من مختلف دول العالم. فالقصد هنا انه في هذه المرحله كانت في 3 اتفاقيات مع الجانب الايرلندي، والجانب وايرلندا لها خصوصيه فيما يخص في نقل المعرفه ونقل التجارب التقنيه من جانبين. الجانب الاول انه
العوامل الموضوعيه في ايرلندا، في ايرلندا قريبه من 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 عندنا من ناحيه الخمس ملايين، مجتمع انتقل من الاعتماد على الزراعه وصيد الاسماك الى الى الاقتصاد الحديث. كذلك استطاعت ايرلندا بحجمها الصغير ان تستقطب كبريات الشركات العالميه مثل جوجل وفيسبوك، واصبحت مركز في اوروبا لانطلاق هذا الجانب. فلك خبره ثريه في استقطاب الشركات الكبيره العالميه، وهذا يعني نفس الشيء يعني يصب في نفس الاتجاه. عمان الحمد لله قطعت شوط في هذا الجانب، وان شاء الله تعالى المزيد من النجاحات في استقطاب الشركات الكبيره، ولتكون عمان منطلق الى المنطقه لهذه الشركات الكبرى. الجانب الاخر، كثير من الشركات الايرلنديه واستطاعت انها تنتقل الى العالميه عن طريق السيليكون فالي والولايات المتحده والاسواق الاسيويه، فهناك خبره ممكن انها يعني الاسترشاد فيها. ويظل في نهايه المطاف عمان ستجد طريقها في بيت كل هذه الخبرات يعني. لكن افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم. فنعتقد هناك في فائده من هذا التعاون. واحيانا لما تتعاون مع دول هي يعني في من ناحيه العدد السكان والمعطيات الموضوعيه قريبه من معطياتك، تكون العلاقه يعني اكثر نفعيه، بحيث انه تكون الخبرات قابله للانتقال، لان العوامل الموضوعيه والاساسيه يعني متشابهه. بالضبط. فلهذا الجانب يعني احنا اخترنا ان نكون احد شركائنا الاستراتيجيين هم من الجمهوريه الايرلنديه. كذلك احنا عقدنا اتفاقيات مع كوريا، اتفاقيات مع الولايات المتحده، اتفاقيات عندنا استثمارات في المملكه المتحده، اتفاقيه مع قطر الشهر الماضي. فنتوسع في شراكاتنا. عمل دؤوب ما شاء الله، عمل دؤوب يعني، ونشاط كبير يعني، نرجو لكم فيه كل التوفيق. تسلم خيرا. نرجو أن نخصص حلقات أيضا في قادم الوقت لنعرف المستمعين والجميع بالصندوق العماني للتكنولوجيا، ونبارك لكم أيضا المهندس يوسف بالمناسبة تدشين الهوية البصرية الجديدة أيضا، مبروكين. الله يبارك فيك. وهي يعني هوية بصرية نابعة من مجمل ما تحدثنا عنه ومجمل المراحل الثلاث التكاملية. والحقيقة يعني في سنة واحدة يعني من عمر الصندوق، إلا أن الصندوق الآن يحظى بسمعة عالمية طيبة. فالصندوق عمل استثمار في شهر أبريل في أحد الشركات الكبيرة في وادي السيليكون، جانب شركة HP، وجانب الصندوق الاستثمار السنغافوري، وجانب الصندوق الاستثمار الأوروبي. فوضع بصمته في الاستثمارات العالمية. محليا إن شاء الله سوف ننهي العام بعشرين استثمار في شركات يعني محليا. يمكن عدد شاب وشباب وشابات العمانيين اللي سيستفيدوا من هذا المجال يعني لن يقل إن شاء الله تعالى عن 60 شاب وشابة يلتحقوا بمجال واعد، وهو اقتصاد المعرفة، اللي هو اقتصاد إنتاجي مستدام. فإن شاء الله القادم أفضل لهم. بإذن الله تعالى. شكرا لك على هذه الدقائق الثمينة، المهندس يوسف بن علي الحارثي، الرئيس التنفيذي للصندوق العماني للتكنولوجيا. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. إذن مستمعينا، كان ذلكم مع الحدث. والصندوق العماني للتكنولوجيا يوقع 3 اتفاقيات مع مؤسسات إيرلندية، عدد من الابتكارات العمانية بإذن الله من الممكن أن تنتقل للعالمية، 10 شركات عمانية تستفيد من المرحلة الأولى للبرنامج. شكرا لكل المخلصين الأوفياء المجدين الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق النفع والمستقبل المشرق لهذا الوطن العظيم، ولتحقيق أمجاده المستمرة في ذرى المستقبل والمجد بإذن الله.